هل التجربة وتقييم التجربة الحالية يقودنا إلى الفهم أو إلى اعتماد الضرورات أن الجيل الثاني من السياسيين هو الأكثر قدرة على العطاء، وأن الجيل الأول بعد لا يمتلك شيئا وقد حل عليه الخريف؟ مو حلل عليه، أصبحوا عبارة عن شخصيات محنطة خارج التأثير السياسي وخارج الوعي، يعني حالهم حال بايدن ترى. يعني شوف التمسك عوفك من هاي السالفة. شوف هذا التمسك بالسلطة ترى مو فقط هي ميزة شرق أوسطية، هو هذا الكرسي ملعون، هذا ما حد يهده حتى، يعني لو الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان الأولياء الصالحين أما تشلوا بالكرسي من يعني يصير عندهم مشكلة. هذا بايدن أسف دولة ديمقراطية وأمريكا بعد أمريكا اللي تحكم العالم ومشلب في الوقت كلش ثلاثة أربعة يقول يا ترى بعد ما تفيد أنت يا بنت راح تخسر. نفس الشيء اللي دا يصير بأمريكا دا يصير عندنا هنا، أكو بعض الزعامات بالله مكلبة بالكرسي وهي بعد ما عندها شيء تقدمه، لا عندها منطق ولا عندها فكرة ولا عندها رؤية ولا عندها مشروع ولا عندها أي شيء. تقول لك أنا تاريخ يا بنت، الشباب والأجيال العراقية تريد مستقبل، تريد مستقبل ما تريد تاريخ، تريد خطة، تريد عمل، شو راح تسوي لي؟ مو أنت لا تحكي لي. لذلك هو ما عندهم غير يشترون الماضي ومشاكل الماضي. يغادرون بهدوء. يغادر بهدوء يريد يغادر بالقوة يغادرونه بالقوة. بالنتيجة احنا عندنا الصراع على الكرسي على الصندوق الانتخابي. احنا ما عندنا اليوم بالعراق مرحلة انقلابية، لن تعود الانقلابات للعراق، خذها مني، لا اليوم ولا باكر ولا بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة. العراق ما راح يصير به انقلاب، وباللحظة اللي يصير العراق به انقلاب تنهار المنظومة كلها من فوق لجوا، لأن العراق راح يبقى منا ل 25-30 سنة تحت الإرادة الدولية، مو يعني بلد براحته ومستقل على مود يجي الصبح عاجبه يروح للقصر الجمهوري يقعد بالقصر الجمهوري ويطلع بيان رقم واحد. راحت سواها الملعون عبد الكريم قاسم وبعد وشبعنا مصايب من ذاك اليوم لهذا اليوم، بعد انتهت ما ترجع. بعد ما اليوم تريد تفوز روح بالانتخابات، حتى لو تريد تصير دكتاتور صير دكتاتور بالانتخابات، روح أسس حزب وصير حزب جماهيري وفوز بكل الانتخابات. هسه هذا مو السيد أردوغان صار له 20 سنة يحكم بالانتخابات، روح يحكم بالانتخابات بالانتخابات، غيره ما عندك حل.